نعود الآن مشاهدينا إلى العاصمة العراقية بغداد لمتابعة وصول الوفد الكويتي يرأسه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونرى طائرة هذا الوفد التي وصلت منذ بعض الوقت للمشاركة بهذه القمة، قمة دول الجوار أو قمة التعاون والشراكة التي دعت إليها العاصمة العراقية بغداد، وكانت قد وجهت خلال أيام دعوات رسمية لقادة دول الجوار، ووصل إلى العاصمة العراقية بغداد أيضا رئيس الوزراء العراقي. نراه الآن في استقبال الوفد الكويتي على رأسه رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الحمد الصباح. إذن هذه صور مباشرة لمحيط المطار، حيث نرى رئيس الوزراء العراقي متوجها نحو الطائرة لاستقبال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الصباح. وتأتي هذه القمة بهدف تعزيز الدور العراقي وأيضا تنشيط العلاقات الدبلوماسية بين دول الجوار، وكانت الدعوات الرسمية قد وجهت إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأيضا الأردن وقطر والكويت وتركيا وإيران ومصر بالإضافة إلى فرنسا. وفي الأثناء نحن بانتظار أيضا المؤتمر الصحفي الذي سيجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره العراقي برهم صالح، ومنذ بعض الوقت كان ماكرون قد عقد مؤتمرا مشتركا مع الرئيس القادم تحدثا فيه عن النقاط التي ستتم مناقشتها خلال هذه القمة، أبرزها التحديات الاقتصادية للعراق ومكافحة الإرهاب لا سيما تنظيم داعش. إذا نعود إلى الصور المباشرة لمطار بغداد، حيث باستقبال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الكويتي في استقبالهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي. نذكر أنه منذ بعض الوقت كان قد وصل أيضا إلى بغداد أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف للمشاركة بهذه القمة، التي أيضا بالإضافة إلى كبار قادة الدول سيشارك فيها أيضا ممثلون عن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أيضا الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي. إذن هذه القمة تحتضنها بغداد بعد قمة ثلاثية جرت بين العراق والأردن ومصر نهاية يونيو الماضي من هذا العام.